سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، الصحه لاباس، كلشي مزيان؟ كي دايرين مع الوقت؟ كلشي بخير. دا فاطمه معكم، بسم الله توكلنا على الله. انا غادي نقدم معكم الرفيصه بالحرشه ديال مدينه خميسات. الرفيصه، المقادير: 2 كيلو ديال البصله، هيا شلضه، 2 دجاجات بلديين، القزبور المعدنوس هما مقطعين 2 معالق، شويه ملوين، شويه ديال الخرقوم، شويه 2 معالق ديال الخرقوم، عفوا 2 معالق ديال الخرقوم، 2 معالق ديال الثومه، 2 معالق ديال الحلبه، الملح على القياس، قزبر ومعدنوس معكودين، الابزار 2 معالق، 2 معالق ديال الشكنجبير، 2 معالق ديال راس الحانوت، وهذا كرشيح. غنصيبوه بالمساخن، هانت زلافه ديال المساخن هيا، وربعه البيضات، والكمون كنخليه هو الاخر. هانتوما البنات بقاو معايا، وكاس ديال الماء، كندير كاس ديال الماء هو الاول. بسم الله، وجوج كيسان ديال الزيت البلديه، ها هما البنات، وواحد الروميه، 2 ديال البلديه وواحد الروميه، ها هما حتى هما، والكاس ديال الماء عادي ها هو. بسم الله توكلنا على الله. ندير بيديا الملحه، البزار، من بعد هاد البزار هذا غنديرو هنايا في النص، غنديرو تما في هذا النص، غنديرو هنا في الطنجرة. الشكنجبير ونص هنا في الطنجرة، الثومة البنات هاهي، الخرقوم نص المقادير، نص هنا في الجميع نجرة مسخن البنات ها هما، ونص هنا في الجميع تا هو نجرة، حيت هادو غير قطبين بالدجاج. وهذا البنات هذا غنديروه هنا في البيض، هانتوما البيضة، طبعا البيضة غندير هذا في هنا في النصيب، ما غنديرش المقطع هذا هو، وراس الحانوت المسخن ديالو ها هو، زلافة كنخويها هنا، وكنزيد شوية الملحة شربنات، وشوية ديال الملوين ها هو، ضروري شوية ديال الملوين كيعطي اللون لهذا. وشوية ديال السمن البنات ها هو، شوية غنديرو هنا، وهادشي الاخر غنديرو هنا في الطنجرة. وهذه هي اللي قلت لكم ديال التزيين، ها هي، والحلبة ما غنديرهاش هنا، غندير هنا الحلبة. هاد الزيت غنديرها البنات هنا في الطنجرة، 2 كيسان، حيت عندي الكمية شوية كبيرة، 2 ديال البلدية واحد ديال الرومية، زيت كامل، البنات دابا نحط كلشي يكون مزيان، والكمون البنات كنخليه هو الاخر، غندير شويه هنايا، وفي الاخر عاد ندير الكمون. الملح على القياس، يبقى شي حاجه اذا بغيت الزياده، المهم انا ما كنقص الملح، كنخاف كنقص من الملح. بسم الله، عمو الدجاج ديالي، بسم الله، هانت البنات انا دابا نشرب الدجاج ديالي، بقاو معايا. العطريه اللي درت هنايا 2 معالق، 2 معالق، نص كنديرو في الطنجره، نص كنديرو شويه كندهن به هاد 2 دجاجات بلديات، هانت البنات
تمام. وهذا الربيع هذا هو، شوفوا البنات، هذا النعناع العبدي هذا، وهذا الزعتر، وهذا شويه فليو، وشويه ديال الزير. هادو كلهم غنقردهم مزيان رقاق، وغنخلطهم مع واحد الحرشه غنديرها خضره، غنديرها بالربيع، هذه كلها غنديرها بهاد العشوب هادو، غنقطعهم مزيان بحال شكل ديال المعدنوس، وغنعجنو مع واحد الخبيزه خضره. هذه بغيت ناكلها انا بوحدي، كتعجبني، كنديروها في مدينه خميسات، كنديروا هاد فليو، الزعتر، المرسيطه، وكلشي. ولكن المرسيطه ما لقيتهاش البارح، هاد النعناع حيدته البارح من واحد الغابه، مشيت حيدته النعناع جبته من تم، هو هاد الزعتر هذا، ودرت معاه حتى واحد الطرف ديال العرش ديال لويزا. هادو كلهم غنقدمو انا مع واحد الحريشه، وغتشوفوها معايا في الاخر. هانتوما البنات، من بعد غندير نرجع معاكم ان شاء الله. البنات انا درت الملحه، كنعجن عجينه عاديه، الملحه والماء دافي، هانت البنات، ومن بعد كنعجن ان شاء الله. ملي غنعجنها غنولي معاكم. كتعجن بحال العجينه عاديه، تتجمع لك السميده ديالك، هو هادشي البنات اللي كاين. من بعد ان شاء الله، وهذيك اللي غندير فيها هذيك النعناع وفليو وداكشي اللي قلت لكم، انا من بعد غنولي معاكم نوريها لكم. هانت البنات، ها هي العجينه اللي عجنت معاكم، ها هي جات وجدات، خليتها ترتاح، وها اللي درت معاكم قبيلات بالعشوب، ها هي، ها هي درتها بوحده، ما بغيتش نخلطها مع الاخرى. ان شاء الله من بدا نطيب ونسالي غنولي معكم ان شاء الله. هانت البنات، ها هي الحرشه ديالي، ها هي طابت، كنقطعها بهذه هي باش كتجي مزيانه، باش كتفرت ليا دغيا، حيت قاصحه هي خفاف. هانت البنات هكا، من بعد كندير لها بحال هكا، كنقطع مرصيات بحال هكا. ها هي البنات شوفي، كنقطعها من بعد كنفرتها بحال هكا، كنفرتها بحال الطريقه هذه كنفرتها. هانت دابا حنا غنبغيو نتعاونوا عليها حيت كتشد لي ديا بزاف. هانت البنات، ها هي الخبزه اخرى، ها هي كاين كتسنى هادو. من بعد ان شاء الله ها العجينه ديال باقا كنقرص، وهذه هي هي اللي عجنت معكم بالعشوب، ها هي، ها هي تبارك الله العشوب هذه، هذه كلها بالعشوب هذه. انا من بعد ملي غنقطعها غنديرها بوحدها، هي هذه غنسقيها بوحدها باش ناكلوها، وهذه عاديه ان شاء الله. ملي غنسالي نولي معكم ان شاء الله. انا كدابا كنفرت هذه ان شاء الله، ملي نسالي نولي معكم. صافي البنات، انا رميت دابا 2 كيلو ديال البصله، هي رميتها، من بعد ان شاء الله غنزيد الماء، وان شاء الله تقلى الدجاج ديالي تقلى، ورميت دابا البصله، ومن بعد غنرمي الماء ان شاء الله، ومن بعد نولي معكم. البنات ها هو دابا الدجاج ديالي تقلى مزيان، ورميت معاه البصله في الاول، ودابا انا غندير الماء، وان شاء الله ملي غنكمل غنرجع معكم ان شاء الله. هانت البنات، ها هو الدجاج ديالي كيطيب، ان شاء الله من سالين نرجع معكم ان شاء الله. البنات انا داك الكاشر اللي صايبت بالبيض، البيض وراس الحانوت والثومه والبزار قزبور المعدنوس الكبده، مالفا كندير فيه الكبده ديال الدجاج، ولكن اليوم ما عنديش. درت باكا كندير السلوفان، ملي كنخلط داكشي مزيان بالعطريه كندير السلوفان، ها هو البنات، وكنعاود كنعطل منو هو، كنبدا كنلويه بحال الشكل ديال الكاشير، كنلويه انتما هانتوما البنات، كندير بحال شكل ديال الكاشير وكنديرو في الماء. هانت البنات، هانتوما كنديرو جوج خطرات، كنعاودلو جوج خطرات باش ما يطبقش. الا درتي غير الميكاب بوحدها ولا درتي هذا كي هانت، حنا ضروري نديرو هاد الكاشير هذا بالمساخن، كنزوقو به بسعة، هم داكشي عندنا حنا بلدي. هانت البنات، كنجمعو بحال هكا مزيان، وكنديرو في الطنجرة ديالي، ها هو بجوج، هانت كندير في الطنجرة والماء، وكنخليها يطيب على خاطرو، ملي كيطيب كنقطعو بحال الشكل ديال الكاشير، هاكا، حيت إلا درتي غير ميكاب بوحدها كيطرطخ، هاكا كنزيروه مزيان، كنعاودو لجوج خطرات كرات المنيو، كنعاودو نديرو، من بعد إن شاء الله صافي ونرجعو معاكم إن شاء الله من يطيب نوريكم الطريقة. ها هي البنات، ها هو الكاشير لي درت معاكم، ها هو بالمساخن، و والعطريه كامله، ها هي
ها هو فين قطعتو، ان شاء الله غنزوق به المقصعة ديالنا وغتشوفوها ان شاء الله. ها هو تبارك الله، مرة اخرى ندير فيه الكبدة ان شاء الله وغتشوفو. دابا درتو بلا كبدة ما عنديش، درتو هكا تبارك الله. شوفو البنات ان شاء الله. هانت البنات المرقة اللي طلتها فيها الدجاج، حيت الدجاج بقات غير المرقة. انا دابا كنرمي ديك الفيسة اللي فردت معكم ديال الحرشة، ها هي. ومن بعد ان شاء الله نرجع ان شاء الله. هانت البنات هادي هي الفيسة ديال البلاد ديال مدينة خميسات، ها هي. دابا ان شاء الله ملي غنسالي غندوب اما الزبدة البلدية اما الزيت البلدية. انا غندير غير الزيت البلدية حيت كاين اللي ما كياكلش الزبدة، غندير غير الزيت البلدية. هانت البنات ها. ومن بعد ان شاء الله ملي غنقادها غنولي معكم. تاع دابا غتنشف ليا هكا وغنزيد عليها الزيت البلدية وغنخليها تنشف شوية صافي ونحطها في القصعة ومن بعد نولي معكم ان شاء الله. ها هو البنات، ها هي الفيسة اللي شلكت معاكم، ها هي. ها هي تبارك الله، انا شلكت معاكم هاد الفيسة هادي. وها الاخرى عاوتاني ديال اللي درت لكم بالعشوب، درت بالحرشة الخضراء عامرة بالعشوب كاملين بالنعناع العبدي وفوجيون المسائل كلشي. ها هو بالصحة والراحة وشجعونا وان شاء الله ديروا لنا لايك العقبه ان شاء الله. ندير لكم فيديو اخر ان شاء الله ديال شي حاجه اخرى جديده ان شاء الله.